السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول عاش يا باشمهندس، لكن سؤال أنا كمهندس لما أشتغل مشاريع، فهل ممكن أتعلم البيم وأشتغل بتقنية البيم؟ يعني هل ممكن يكون بداية عملي بيم؟ هو البيم أداة وليس حاجة جديدة، يعني هي الفكرة كلها بدل ما أنت كنت بترسم 2D فأنت بترسم في 3D، فأه عادي خالص إن أول مشاريع تشتغل بيها تكون موجودة بتقنية البيم، بالعكس هيساعدك على التخيل أكتر. يعني لو انت رسمت حاجة في 3D هتتخيل شكل المبنى عامل ازاي وشكل الشغل عامل ازاي، والناس اللي مزادش موقع هتبدأ تشوف حجم الحاجات على الطبيعة عامل ازاي، ده لا يمنع عن نزول الموقع بس هتقدر تفهم اكتر. لما تيجي تحط حاجة معينة تقدر تفهم الحاجة دي عبارة عن ايه وايه الوصلات اللي فيها وايه الشغل اللي فيها وهكذا، فهو هيسهل لك كتير جدا لو انت حابب ان انت تشتغل بتقنية البيم، وبالشرط انت تكون اشتغلت اوتوكاد قبل كده، ومش شرط حاجه خالص. يعني الفكره كلها بدل ما انت بتستخدم نوع معين من الاقلام انت بتستخدم نوع تاني بيوفر لك الوقت، فالموضوع بيبقى سهل ومفيش اي مشكله خالص.